في زمن الفتن والأهواء والمضلات، في زمن كثرة الانحراف والانتكاس، نسأل الله السلامة والعافية. في زمن نحتاج فيه إلى المثبتات وإلى تقوية العزائم، وإلى أن يشد بعضنا يد بعض حتى نصل إلى الله بسلام، حتى نصل إلى ما نصبو إليه من رضوان الله عز وجل وجنته. من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حياكم الله. الأخ الكريم أبو محمد، الصور من فضلكم، ماذا أقصد بالصور؟ بارك الله فيك. فإذا إخواني الكرام، موضوعنا اليوم سيكون حول الصوت، صوت نقص. إذا كان ما في صوت أو صوت ضعيف أخبرونا بارك الله فيكم. نعم، إذا قلت الموضوع الذي سوف أتبادل مع إخواني الكرام هو موضوع مهم ويتعلق بظاهرة خطيرة جدا جدا جدا. نحن في زمن غريب بكل المقاييس، نحن في زمن غريب بكل المقاييس، غريب أهله. أتمنى أن تصدقونني في عرض الظواهر الاجتماعية ومحاولة معالجتها شرعيا بما يفتح الله عز وجل. نحن في زمن غريب أهله في فكرهم وسلوكهم وتصرفاتهم ومواقفهم، وإن مما يثير الغرابة، يعني من أشد الأشياء غرابة في واقع الناس، هو تلك الثقة الزائدة في النفس. الثقة الزائدة في النفس فيما يتعلق بعلاقة الناس بربهم، في علاقة الناس بربهم. الناس عندهم ثقة زائدة وغرور تجاوز كل الحدود. وأعطيكم يعني الأمثلة والشواهد لتدركوا هذا الأمر. والغاية من الحديث في هذا الموضوع أن نكون جميعا على بينة، لأن ما منا من أحد إلا ويتسرب إليه هذا الداء الفتاك العضال الخطير. لذلك لاحظوا معي جيدا بارك الله فيكم، في زمن مضى، في زمن مضى كان الواحد من العصاة التي عصى الله إذا نصحته اعتذر وأظهر الندم وسأل الدعاء بالهداية. تيكون عمان، عمان يعفو علينا الله، عمان الله يهدينا، أنا مكحلينا مع الله، مقرر بالتقصير، معترفا بالتفريط، معترفا بالتفريط. حتى جاء زمن يا له من زمن. انتبه معي جيدا بارك الله فيك أخي الكريم، أيها الكرام الذين أشرفوا بالاستماع اليوم وفضلا شاركوا البث بارك الله فيكم، فإنه موضوع خطير جدا، خطير. أنا أعرف وقت وأعي ما أقول، خطير جدا جدا. إنما كاين اللي غادي يهلك هذه الأمة هذه، وغادي يهلك أفراد ديالها قد هذا الغرور الذي عشش في قلوب الناس وعقولهم. ونحن إذن في هذا الزمن الذي لم يعد يشعر أحد بالذنب، لم يعد الواحد منا يشعر بالذنب وبفظاعته، ولم يعد يحس بالجرم، ولا يدرك شناعة المعصية إلا نوادر من الناس وقلة قليلة، في حين تجد الكثرة من الناس راضون تمام الرضا عما هم فيه وعليه.
على ما هم فيه وعليه. وبعضهم أوشك أوشك على أن يغرق كلا لا جزءا في وحل المعاصي والموبقات ممارسة ومجاهرة ومفاخرة. غريب جدا. وإذا كلمته أو أمرته أو نهيته أو نصحته أظهر لك من الغرور ما لا مزيد عليه. يعني وصل معك كيف تقولوا هنا ستاج للخر طلاف آخر مكان في الغرور. وهو بهذا الحال الذي ذكرت يكاد يغرق من أخمص من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه غارق في أوحال المعاصي والمنكرات والموبقات. مش غير ممارسة ومجاهرة ومفاخرة، بل أصبح من الناس اليوم من يسترزق بالمعاصي وجعل المعصية مصدر رزق، وهو بذلك ينافس الشيطان في الغواية والإضلال والإغراء. وإذا نصحته وجدته كومة من الغرور لا تنتهي ولا تنقضي. وقابلك بالقول، بعضهم تيقول لي تيكون قلبي ابيض وان قلبي طاهر وان نفسي زكيه ما ازكاها واطيبها وان علاقته بربه اقوى وافضل من كثير من المصلين والصائمين والعابدين والملتزمين والملتزمات والعفيفات. وزيد وزيد ويظهر لك هؤلاء المستقيمين عشر الله بأنهم ناس سوء وشر ونفاق، وأنه هو صاحب القلب الطاهر الزكي النقي الأبيض والنفس المطمئنة. المهم الشيء لما كنتوش كتسمعوا أنا سمعته وتواجهت به وأرى أنه ما من أحد أو أن أكثر الناس على هذا الحال. واجب أن الناس ننبوهم باش ما يبقوش عايشين في هذا الغرور، حتى إذا جاءوا يوم القيامة صدق فيهم قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وباء منثورا. ويصدق فيهم قول الله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جواب تسمعه من الرجل والمرأة ومن الكبير ومن الصغير ومن الشاب ومن العجوز، تسمعه من جوقة الانحراف والإفساد من المغنين وممثلين وراقصات وشواذ وعائرات وسكارى وحشاشين وقمارين وشهود الزور ومن مختلف الغارقين في أوحال المعاصي التائهين في ظلمات الهوى والعصيان والبدع والخرافات والشركيات والضلالات وهلم جرا. الغرور والنزل، يعني حاس بكامل الرضا في علاقته بالله سبحانه وتعالى. مفارقة عجيبة وتناقض غريب هذا الذي يعيشه كثير من المنتسبين إلى الإسلام للأسف. ففي علاقتهم بربهم، اسمع، في علاقتهم بربهم راضون تمام الرضا رغم بشاعة التقصير. نتمنى اللي تسمعني يبقى معي حتى الاخر، لان مازال الكلام المفيد. انا ما باقي غير كنعرضوا الواقع، كنعرضوا الصوره ونشخصوا الحاله. الكلام المفيد سياتي في الاخير ان شاء الله تعالى. علاقتهم بالله، الناس دابا اللي يدوش مع علاقته بالله بخير مع الله، ما كندير حتى شي حاجه خيبه. هادشي سمعته انا، سمعته من زنادقه وسمعته من سكارى ومن حشاشين. واحد راه تيفتخ في جوان، يعني تشرف الله وقدر لكم، باكي قد في لفافه حشيش وحاط مع قرا الشراب وتتكلم معاه وتيقول لك والحمد لله كندير الخير وما كندير حتى شي حاجه خيبه مع الله، ما كيقالش. يعني هذا تيقول لك صافي قلب عليا ما عندك اش باقي، باي لغه وباي خطاب. وهذا قد تحدثت عنه فيه فيما سبق في لقاءات سابقة، أن الناس وصلوا واحد الحال ما تعرفش بأي خطاب ستكلمه.
وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذا الموضوع نعود إليه إن شاء الله تعالى في لقاء قادم إن شاء الله. علاقتهم بربهم تمام الرضا. أما في الدنيا حالهم مع الدنيا فهم غير راضين عن أنفسهم إطلاقا، رغم ما هم فيه من النعيم والتيسير والمال والتنعم وإلى آخره، مع أن العكس هو الذي ينبغي أن يصدر من العاقل الفطن الذي يرجو النجاة يوم لقاء العزيز الكبير سبحانه وتعالى. لأن الناس اليوم أي واحد غتسولو غتقول ليه شني أمنيتك اللي ما بعدها أمنية، يعني آخر شيء كتمنى، يقول لك ما ندخلش الجنة. أفسقهم وأفجرهم وأفحشهم يريدون أن يدخل الجنة، وكلنا نريد أن ندخل الجنة. وأنا في هذه الدنيا كيف تنقولوا، كيف يقولوا المغاربة، اللي مخرج من الدنيا ما خرج من العقيدة. حنا نسأل الله، لأن كان قلت أنا في البداية نحن محتاجون إلى من يعيننا على الثبات في هذا الطريق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، من يعيننا على التبات في هذا الطريق حتى نلقى الله. ونحن نرى أمامنا مناظر ومظاهر الانتكاس والانحراف والردة وإلى أشياء تثير الرعب في النفوس، ولكن نحن عندما نسعى في إصلاح الواقع إنما نسعى في أن نصلح البيئة التي نعيشها حتى تكون بيئة صالحة لأن نعيشها ونعيش فيها الإيمان والتقوى والاستقامة والثبات على الطاعة. إذا الناس في دينهم وعلاقتهم بالله وفي أمر الآخرة هم بخير وعلى خير مزيانين، بارك الله يجعل البركة. يقول واحد المهم كنصلي وكنأدي الواجبات، هذا ما درك يصلي. إيوا ما كنديروش زعما شي حاجة خايبة كاع. لا لا شوية بقى شوية يقول ولا درنا شي شوية الله يسمح لنا، وراه تيقول لك واحد واليوم راه اللي ما كيدير بزاف ما كيدير بزاف راه كيدير شويه. واحد هذا قبل يومين ولا ثلاث ايام رايح كيتكلم مع صحابو حدانا وتيسمع الهضره، اسيدي شكون اللي هذا اللي ما تياكلش الحرام؟ انت فين هو الحرام لقيناه؟ والله عولتي على الحلال اللي طفرتيه، والله تلقى ديما اللور اللور، وراه ما كاينش كلشي منطر. شكون اللي ما تياكلش الحرام؟ شكون يسوغ لنفسه ويبرر لنفسه وسواسها الخناس؟ هذا كلام تسمعه من المسلمين للاسف. ولو كلمته في الموضوع لقال لك حنا ما كنديروا حتى شي حاجه بخير مع الله، بخير الحمد لله، ما كنديروا حتى، ما كنتعدوا على حد، ما كنضربوا حد، ما كنديروا رزق حد، ما كنهزوا سيف على حد، والو. كانه ما حرم الله في الدنيا الا ان هذا الامر هذا فقط. وهذه الكلمه سمعتها من افسق خلق الله عز وجل، من شياطين الذين ينشرون الفحش في هذه الوسائل، يقولون مثل هذا الكلام، ما كنديروا حتى شي حاجه خايبه، ما كنتعدوا على حد، ما كنديروا رزق حد، ما كنأذوا حد. وهو محنة الشيطان في العمل ديالو. إن مقارنة بين واقع المسلمين اليوم وبين ما وصلوا إليه من الغرور، مع ما وصلوا إليه من الفجور والانحراف عن صراط الله والتمادي في العصيان، هذا الكلام والله لا نقول إلا حبا للخير ورجاء أن تنفتح أعين الناس على الحقيقة، لأن الناس مغرورين ويجدون من يبرر لهم هذا الغرور ممن ينتحلون صفة العلماء والوعاظ والشيوخ في هذا العالم الذي أصبح بلا حسيب ولا رقيب. وباسم العلم من تجد من يبيح لهم الخمر، وباسم العلم من يبيح لهم الزنا، وباسم العلم من يبيح لهم الربا، وباسم العلم من يبيح لهم العلو، وباسم العلم يبيح لهم القمار، وزيد وزيد تغادي. المقارنة إذن بين واقعنا وبين جيل السلف من الصحابة والتابعين ومن رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين هم نموذج ديال البشر اللي الله سبحانه وتعالى رضى عليهم وطبع عليهم طابع الرضا، قال لهم الله عز وجل أنا راضي عليكم. يعني بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين الصحابة ناس من أهل الجنة، هم من أهل الجنة، بلغوا تلك المنزلة التي لا زلنا نسعى في بلوغها ولا ندري هل نصل أم لا. أما هؤلاء فقد وصلوا بشهادة القرآن، والآيات في ذلك كثيرة. الله سبحانه رضى على هذا الناس،
وكل آية في القرآن تتكلم عن الفائزين والمفلحين والمتقين وأصحاب الجنة والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وغير ذلك من آيات المدح والثناء هي في الصحابة باليقين. إذن أنا لك تبغي نوصل للجنة راه بالضرورة خصني نشوف الناس اللي وصلوا كيفاش توصلوا كيفاش رضى عليهم الله عز وجل وندير واحد المقارنة بيني وبين هاد الناس شوف أين أنا منهم ماشي مقارنة لا مجال للمقارنة ولكن الطريق الذي صاروا فيه هل أنا عليه أصلا الفكر والمنطق الذي كانوا يتعاملون به مع الله ومع الآخرة ومع الدين ومع الاستقامة واش أنا الفكر والمنطق عندي أصلا عاد العمل شتان شتان ومن سار على الدرب وصل يعني هاد الناس هادو بادري الناس واصلي حنا لازمنا نحبو الناس اللي شادين الطريق اما هاد الناس اللي كانوا اللي مش معاني الغرور رغم الفجور هذه راه مصيبه وكارثه عظمى واذا كان عندنا ما ترجع تقرا على هاد الناس اللي رضى عليهم الله وكيفاش كانوا كيمارسوا الدين والعباده والتدين اللي اصلا الله سبحانه وتعالى فرض علينا نحن معشر المسلمين ان نرجع الى ان نسير في طريقه وان بدون السير في طريقهم وسبيلهم وطريقتهم في التعبد لله سبحانه وتعالى والعمل الآخرة إذا لم نكن كذلك كما كانوا لن نفلح أبدا. ألسنا الذين ندعو الله عز وجل فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومن الذين أنعم الله عليهم في هذه الأمة إن لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قلت قبل قليل من اللي كيتكلموا على المؤمنين المحسنين المتقين المفلحين زين كل هذه الصفات هي في الصحابة بالضرورة لأنهم تحققوا بذلك ولو لم يتحققوا بذلك لما قال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله الذي لم معه شد على الكفار وحماء بينهم إلى أن حكم ختم لهم بالجنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم الذين اتبعوهم من جاء بعدهم من المسلمين بإحسان يعني أحسن الاتباع رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بعد ذلك الفوز العظيم إذا احنا مطالبين لذلك هذه من تقول عقد المقارنة ضرورية وفي هذا رد على الزنادقة الذين يعتبرون الصحابة أناس وبشر مضوا لا علاقة لنا بهم الله ربطنا به ولا يمكن أن نصل إلى رضوان الله إلا على الطريق الذي وصلوا إليه وهذا موضوع يعني آخر قد يعني يتيه بنا الحديث في القضية فنرجع فنقول لا ولا احنا ما نقول هذه المقارنة هي من أجل أن نستفيد من واقعهم ومن حالهم وإلا كما قال القائل لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاكل مقعد يعني لا مجال مقارنة بين واحد زحاف وواحد غادي على رجليه وكما قال الإمام عمرو بن العلاء البصري القارئ ما نحن في من مضى إلا كبقل عند أصول نخل طوال احنا مع الناس اللي سبقوا من الصحابة والتابعين وزيد وزيد بحال شي نبتة صغيرة خارجة عند الجذر ديال النخلة الطويلة الجامع وصلنا لذلك ولكن لا بد أن نسعى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي طريق النجاة ما أنا عليه وأصحابي فإذا هاد الناس اللي رضى عليهم الله عز وجل كيف كانت حالهم من الشعور كيفاش كانوا كيحسوا بالعجز والتقصير في حق الله وعدم الرضا عن النفس في علاقتهم بربهم رغم أن لهم صورا في التعبد والطاعة يعجز عنها أفضل الناس اليوم في علاقتهم بربي وهذا يكشف لنا حجم الغرور وبشاعته الذي سيطر على نفوسنا وقلوبنا إيه تصلي الصلوات الخمس إلا زدتي اثنين والخميس إلا زدتي شي ركعة بالليل إلا كنتي محاضر فرض على الصبح صلاة الجمعة ويلي 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 يولي واحد يبان ليه أحسن من الصحابة درنا وفعلنا وتركنا ومشينا واعتمرنا وكيمشي وزيد طيب واحد الواقع ما عرفتش شحال شحال جايبين نبقى كنعرض في صور هذا الغرور في هذه الأمة للأسف.
كنمشي للعمره كل عام كندير الحج مره مره ويجي يبقى يعاود هذا ويعاود هذا، وحنا راه كنمشيو للعمره وحنا هذا العام راه غادي نديروا العمره وهذا العام راه غادي نمشيو للحج والتصاور والروينه. هذا كندوي على اللي هما الان يعني كاينين العبادات، كاين شي من العبادات الا باس، والا فان الموضوع هو يتعلق بهذا اللي اصلا كحلينا من الف الى الياء ومخرجين عينيهم والسلطيعه وحنا بخير مع الله. أضرب أمثلة لذلك حتى ينكشف عنا وعن القوم غشاوة الغرور والاعتداد بالنفس وادعاء الصفاء والنقاء، ليعلم هؤلاء ونعلم جميعا أن كل من يشعر بالرضا وزعم أن علاقته بربه بخير وعلى خير فهو على عكس ما يدعي، وأن علاقته بربه زي الزفت كما يقول. شي قاعد يقول لك أنا بخير مع الله، صفي العلاقه مع الله، ولا بيض وما كاين حتى لحد بخير مزيان، هذا هو اكبر واحد مكحل على عصير ربي. وهذه قاعده حفظوها. ولقد قال سبحانه وتعالى: افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. حتى وانت في الطاعه والعباده وشهاد طريق الله احذر مكر الله ولا تغتر، واياك ثم اياك، لا تغتر لا بصلاتك ولا بصيامك ولا بصدقتك ولا بمتابعيك ومشاهديك ولا بكثره من يتغنى بك ويمدحك، شيء لا يفيد ولا ينفع في شيء ابدا، انما قضيتك هي مع الله عز وجل. فإن المؤمن التقي الزكي النقي الذي لم يزل في خوف ووجل من لقاء ربه غير راض عن عمله ولا واثق من نفسه إلى درجة الغرور أبدا لا يكون كذلك. يقول تعالى: إن اسمع يقول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يفعلون ويفعلون 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 وهم في خشية وخوف لأنهم ماضون إلى الله وإلى لقاء الله. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر. واحد مرة شاف واحد السيد، شاف واحد الرجل في المسجد كيدعي الله عز وجل وكثار من الدعاء وكيتسنى في الرسالة، وجا وسلم عليه وجمع تيضحك معاه، قال له: يا خويا ما عرفتهاش داير مع الله، واش لا دعاء هذا عندك؟ يعني إذا دعيت الله بزاف راه أنت مكحل مع الله. هؤلاء كما تقول عائشة: واش هاد الناس الذين يؤتون ينفقون ويتصدقون ويعملون ويؤمنون بآيات الله ولا يشركون بالله، واش هاد الناس اللي قلوبهم وجلة واش كيسرقوا وتيزنوا وتيشربوا الخمر وتخافوا من الله عز وجل كيديروا هذا الشيء؟ حنا عندنا كيديروا هذا الشيء وما خايفينش من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة ابي بكر، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. ان هذا البيان من رسول الله يجعلنا نخجل من انفسنا ونحن نسعى جادين في الطاعه، فكيف بمن هو غارق في براثين الفجور والعصيان؟ حيت عندك قطعت الودن الشهور لي، لانك وفقت وفتح لك الله في شويه ديال العلم، ومهما بلغت في العلم فهو قليل، وفتح لك شويه شويه العباده، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فنرجع الى الصحابه المثال الحي، ولنا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الشيخين أبا بكر وعمر عبرة لمن يعتبر. أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر، العبرة باش تنفض الغبار عن عينيك وتنفض عنك غبار الاغترار والاعتزاز بالذات دون خوف من عاقبة الذنوب والمعاصي. فإن أبا بكر وعمر من المبشرين بالجنة،
وممن ضمن له أو ممن ضمن له مقعدا في الجنة. تلك الجنة التي نريدها نحن اليوم بلا مقابل بنيه، فقط بالأمان والأوهام. رغم تلك البشارة لم يعرف عنهما ولا عن كل المبشرين بالجنة مثقال ذرة من غرور أو عجرفة أو اعتداد بالنفس. فيقول صافي الجنة جاب الله أراك النصر وغادي كيدور كيتباها وكيتفاقش تيانا راه مصحاب الجنة، لا راه الله كتب لي الجنة ويلوحها في السطوريات ودعي لها مقالات وفيديوهات وقاعد تحكي لنا في هذا المجلس وفي هذا المجلس. لا أبدا، بل لم يعرف عنهم إلا الشعور بالتقصير والتنقيص من النفس والخوف من لقاء الله عز وجل. فلا وجود للغرور والعجب بالعمل ولا الطاعة، بل هل الغرور بلا طاعة كما هو حال كثير اليوم. هؤلاء لا يعجبون بطاعتهم، بل ها أن يعجبون وهم بغير طاعة، كيف هو حال نحن اليوم للأسف. وإليك هذا الحديث أخي الكريم، يروي أبو عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل الردة في زمن أبي بكر. كان حركة ردة خيبة من طرف القبائل العربية كانت قد أسلمت حديثا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه إذا صلى بالناس يختم بهذه الآية في آخر ركعة من صلاته. هذا الصديق أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، المبشر بالجنة الذي ما ترك خيرا ولا برا إلا سبق إليه، يخاف على نفسه الردة والانتكاس، ولم يغتر بكل مناقبه ومزاياه وعظائم الصالحات، ومنها ما لم يعمله أحد غيره. فأين نحن من هذا التواضع معشر المغرورين وبلا عمل؟ أما عمر الفاروق ثاني أفضل رجل في الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمبشر بالجنة، والذي كان الشيطان يهابه فلا يمر من طريق يمر منه عمر، لكن لما حضرته الوفاة لم تعجبه نفسه، ولم تغره إنجازاته، ولم تعجبه عباداته، وقد جعل الناس يثنون عليه ويذكرون أعماله العظيمة في الإسلام، فكان يجيبهم فيقول: إن المغرور من تغرونه. فبارك علينا من المدح. وقد أظهر خوفا على نفسه في منتهى الإعجاب، يصيب المغرورين اليوم منا بالخرس، والله لقيتي دوتي ولا اعتبرت نفسك كدير شي حاجة، إلا أنت كدير، إن لم يوقنوا بالهلاك هؤلاء المغرورون. دخل علي مرة شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، وهو على في مرض الموت، عفوا لما طعن وهو يصارع الموت، قال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد عملت، ثم وليت فعدل ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. يقول: درتي ودرتي 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 هنيئا لك. يقول عمر بن الخطاب: أنا وديت تجيبي التعب، أنا ما نجيبي 5 على 10. وكم تكلمنا ناس وتحدثنا في الموضوع على معصية وعلى مخالفة، أشوف شي الجنة غندخلوا، لا أكون هاني وأسيدي إن شاء الله تندخلوا الجنة، أي هذا الذي نريد؟ لكن بماذا نريد هذا؟ هذا غرور لم يقل هؤلاء الفضلاء فندعيه نحن. وقال لابنه: ألصق خدي بالأرض يا عبد الله بن عمر، فوضعته من فخذي على ساقي،
فقال ألصق خدي بالأرض، فترك لحيته وخده حتى وقع بالأرض، فقال ويلك ويل أمك يا عمر إن لم يغفر الله لك يا عمر. شو بتقول؟ شو الكلام اللي نقوله احنا؟ بأي شيء نقتر؟ ماذا عملنا وماذا قدمنا؟ فيا معشر المغرورين، يا من لا زال يغتر بنفسه، غرورك دليل هلاكك ودليل خسرانك، ونعوذ بالله أن نكون كذلك. إن المأثور عن الصحابة، يعني كان هذا عمر يخاف على نفسه الهلاك يوم القيامة، فأي صفاقة هذه عند البعض اليوم يدعي أنه على خير وأن قلبه أبيض وأنه ليس بينه وبين الجنة إلا الموت. إن المأثور عن الصحابة والتابعين من العباد والزهاد في احتقار النفس وعدم الاغترار بالعمل، وهم أهل عمل تيديروا شهادة تيديروا الشيء الكثير مما نقل عنه في هذا الباب، وهم الذين قال فيهم الإمام التقي كما ذكرت يعني قبل قليل، ما نحن فيما مضى إلا كبغل في أصول خير طوال. أنا اكتفيت بذكر مثالين عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه بارا، وإلا ارجعوا وقرأوا عن سيرة الصحابة والتابعين وستقرؤون العجب العجاب، لأنه يقولون يكفي من القلادة ما حاط بالعنق، لكان هذا أفضل، كان هذين أفضل أفضل رجلين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليعلم المغرورون من هذه الأمة في الزمن الغريب أن حاله في مقابل حال أولئك أدعى لاحتقار النفس، وليس ركوب أمواج الغرور المفضي للهلاك حتما يوم لقاء رب العالمين. وإن من الغريب غرابة أن أكثر المغرور اليوم هم الغارقون في صروف العصيان، المرتكبون للمنكرات والموبقات والمزينون للباطل، المنتقصون من السلف الطاهر. ولعمر الله إن هذا الغرور لهو حبل لفه الشيطان، حبل لفه الشيطان على أعناقهم يجرهم به إلى دار البوار جرا، وغرهم بالله الغرور. وإن هؤلاء ليصدق فيهم قول الله تعالى قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بالله من الغرور، نعوذ بالله من الغرور، نعوذ بالله من الغرور. وأكتفي بهذا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.